مساء النور مشاهدينا، مرحبا بكم معنا على شاده تي في وفي برنامجكم الاسبوعي كيف كل يوم احد طلق بالمغربي. دائما كتكون معنا ضيفه او ضيف. فالضيفه اللي معنا الليله سي من بين المفاجات الفنيه الجميله، لانه فرا كيف ما خلا يسار كنا جالسين حتى كنسمعوا ولا في. مساء الخير بشرى. مساء الخير وشكرا بزاف على الدعوه رشيد. شكرا شاده، شكرا لكم كامل. دردار كلالا صافا، كلشي بخير صحيحه؟ اللهم لك. كنا جالسين تخرجت اون شونسون ما عرفتش منين وكتهضر على الصداقه، وواحد السيده اللي مختلفه واحد شويش على الاسمي في النبره ديال الصوت في الشكل في كلشي. اي اون بيل سوربريز كيف ما كنقولوا، مفاجاه زوينه. اختك وهي جات فكره وجات طلب تحت الجمهور انني نعاود الاغنيه ديال ليام. هي ماشي ولا في غفران لي ولا في، فعلا كتعاود على دوك الايام توحشنا لي زامي ديال دوك لي زامي. سي كيدوزو سنوات وكيدوزو معاهم اصدقاء، والاصدقاء ما كما كيدير سبحان الله العظيم هذيك لا ليست ديال الاصدقاء هي اللي ديما ميزاجوخ، ديما كيترشي ويبقى شي قليل فين كيبقى شي واحد فريمون من الاول حتى الاخر. فعلا خصنا نعذرو بعدياتنا وصافي، ونعذرو الوقت ياك والزمان وكل واحد طايح حق يدته الوقيته ديالو. يلا نرجعوا مع بوسرا ونرجعوا معكم للبدايات. استقبلناك في طايح الحال شاده اف ام، نزيدو نتعرفوا عليك اكثر من خلال طرق بالمغربي طايح الحال وشاده تي في. شكون هي بوسرا؟ بشرى هي بشرى المستظرف اللي كانت ساكنه في الرباط ولات ساكنه في تمارا. داكوغ. بشرى عندها 29 سنه، كانت خدامه في ان سونتر دابيل. هذاك سونتر دابيل مازال غادي نرجعوا ليه باسكو عندي اليوم واحد التحيه لصحابي اكيد صحابي اللي سونتر دابيل. التحيه طبعا لانه تبارك الله كاين بزاف ديال كاين اللي داير فيها كارير، كاين اللي داير غير خدمه. انا وحده منهم فوالا. طول مومون بيد ما ندوزو لحاجه اخرى، مي توكا تحيه لاي واحد فايت حال كيضرب على حياته. كي كانت الطفوله ديال بشرى؟ الطفوله كانت شويه ماشي بحال ما كتشبهش كاع الطفوله. الوغ شرح لي ما كتشبهش كاع الطفوله. كما هضرتي في الاول على الاختلاف، بشرى ما كتشبه حتى شي حد في العائله ديالها. بشرى دائما ما كيشوفوهاش بالتمييز الايجابي، يعني كل مرة كيجيبوا لي إستوار في شكل كانوا كيضحكوا معايا شي شوية مرة شوية. وي غادي نهضروا لأنه بطبيعة الحال من بين الأشياء كذلك اللي ميزاك وعطيك واحد لو شارم اللي ما عندش وحدين آخرين هما لي طاش دو غوسور ديالك أو ما يسمى بالعربية النمش، ياك سي صا. دونك مازال غادي نجيو غادي نتكلموا عليه ونشرحوا إكزاكتومون شنو هو. كي كان طفولتك من غير العائلة أنت مع الوليدات مع البنيات ديال الحومة، مع كنتي كتقصري لو بلوس بنات والدراري؟ لا أنا كنت كنجلس مع دراري أكثر من البنات بحكم أن ما عنديش أختي. انا لونيك في وسط جوج ديال الدراري. دونك تعطي الدراري الساتيه شويه. لا ما كانش عندي بنت اللي نستانس، ولكن خوتي الحمد لله فيهم خواتاتي وخوتي وكل. مستوى الدراسي ديالك بشرى؟ بشرى قرات لا بسيكولوجي، من بعد لا بسيكولوجي درت واحد لا فورماسيون ديال كومونيكاسيون ريلاسيون كليونتيل اللي خلاتني نلتحق بنوادي التواصل لي سونتر دابيل، وكانوا دي سارتان فيبليس في لي لونغ والحمد لله سيتي كوريجي في ديك لي بوك. ديك انا كي كتخاتلي كنت مجتهده في قرايتك؟ كنت متوسطه؟ لا الحمد لله كنت الحمد لله من ضمن الناس اللي متميزين في القرايه بحكم ان الام ديالي حتى هي استاذه، يعني استاذه ديال اش؟ ديال اللغه العربيه. دونك كانت حاطة عليك مزيان بزاف. كنت دائما سي كتكون استاذ ما كتبغيش ان ولدك مثلا يكون ضعيف في المادات سورتو اللي كتقري انت يا حاجه طبيعيه. جدا عندك العربيه ولا لا؟ الحمد لله صافا. لا بزز مني. قولي ما عنديش الاختيار. امتى بدات التجربه الفنيه؟ امتى بدا الفن؟ اش من سنه؟ الفن كان زعما واحد الحلم انني نلتحق به بشحال هادي، ولكن ما بدات حتى 2019. تل مؤخرا بدات 28 عام. 28 سنة. داكو. بدات بأول تجربة في التمثيل مع المخرج اللي كنحييه وعزيز عندي بزاف هشام العسري. هو اللي بديت معاه كور ميتراج ولون ميتراج وخديت تجربة زوينة. الغناء منين خرج الغناء؟ الغناء بدا في شهر أكتوبر. شنو شي مريحات وليتي كتغني؟ لا كنت كنغني بحكم ان احمد حسيني اللي هو الكاتب ديال تقريبا الاغاني اللي غنيت كاملين، سواء الكوفر ديال ليام، سواء نسيتك ديال اللي بدلوا له حاليا العنوان ولا قبل ما كانش فيه سواك. هو اللي سمعني. هو جاري. داكوغ. كنا كبرنا في حومه وحده. اوكي. وسمعني وقال لي بشرى علاش ما تغنيش؟
من ديك الوقيته وي علاش ما تغنيش علاش ما تغنيش حتى نهار جات المبادره و اتصل بيا كان مع كوثر بسايكو كوين وكانوا ليكيب كاملين مجموعين ومشيت غنيت هي فين درت الكوفر سي فري كو كاين 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 منين كنجيو كنشوفوا اليوم الاغنيه المغربيه ما كاينش غير السين وحده ما كاينش غير كيف ما كنقولوا ماشي غير هاد لا سين مثلا ديال سعد مجرد حاتيم زهير بهاوي اسمحوا لي نسيت كنعطي غير امثله كاين اوسي نوتر سين اون باراليل اللي ما معروفاش بزاف كاين كاين المواهب تبارك الله وتبارك الله عليهم اللي وانت كتنتمي بوتيتغ لهذا الجيل هذا اوسي نو بوسيبل لا ديفيرونس سي كو انا اختاريت يعني مشيت طرقت ابواب فين نسقل الموهبه حيت امنت بانها كاينه عندي كاين اللي ما كيلتجاش للناس يعاونوه كاين اللي ما كيطرقش ابواب كاين اللي كيبقى مخبي راسو كل واحد كيفاش هو كيشوف الحوايج كيفاش كان شنو كانت ردت الفعل ديالك فاش شفتي لو سوكسي ديال الاغنيه اللي هو صراحه الله انا ما توقعتوش وي باغ كونتر حسيني وليكيب اللي كنت خدامه معاهم توقعوا وي كانوا كيقولوا لا الاغنيه راه تمشى هادشي يقول قالها لي التيماتيك زوينه راه التيماتيك ديال الصداقه زوينه بزاف كيف ما قلت في المقدمه ديال البرنامج سي فوالا ديك لا ليست سبحان الله العظيم ديما هي اللي كتبدل هي اللي كتغير ديما مشى هذا خرج هذا دخل هذا هذيك شكون هو الصديق الوفي ديالك اللي مرافقك سنوات هذه ولا ما كاينش سنوات هي صراحه دوك ديال السنوات مشاو ما غنيت عليهم ولكن حاليا كاين الحمد لله ومن ضمنهم ميراك اللي كيمشي معايا بزاف تحية لي حتى هو كيشاهدنا باركون لايف الدندنات الاولانيين ديالك ملي كتكوني بوحدك من غير الاكتشاف طايح الحل في 2019 في الاول شنو كنتي كدندني شنو الميولات ديالك الفنيه كنغني بزاف فيروز اصاله كنت كنغني ستيل اللي كيعجب ماما بزاف حتى انا كيعجبني يعني خديت منها شي حويجات الموسيقى الدراري عند والدتي ديالك عزيزة على نفسنا معلينا الهوى جاي في بروغرام دايوغ بقي معنا جاي في بروغرام دايوغ كنقولوا على مدينة الرباط أو العاصمة المملكة أو دايوغ اليوم ولات هي المدينة الثقافية العاصمة الثقافية للمملكة كاين بطبيعة الحال العاصمة العلمية هي مدينة فاس مي الرباط هي العاصمة الثقافية سي فغي كون مدينة الرباط والناس ديال الرباط متثقفين واحد شويش ولا نقولوا الله أعلم واش عندهم دوغري ديال الثقافه ديالهم ماشي شويه طالع للمدن الاخرى سي فغي هاد المساله هذه والله ما نقدر نكذب عليك الناس اللي كتعرفي انت مدينه الرباط وهذا سي الصراحه خصنا نزيدو نتقفوا شي شويه اونكور بلوس في الحقيقه نهار غنوليو نفهموا بعدا نفهموا مفهوم الحريه وما ندخلوش في شي حويجات باش غناش فيهم هذيك الثقافه اللي غنعيشوا بها هانيين بلاد ما كيدخلش السوق راسو لا كيبقى يدخل في شي حوايج اللي ما غينفعوكش وي يمكن يعطيني رايي نخدم عليه نبان به مزيان من بعد يعني كنصيحة ولكن باش تعطيني شي رأي اللي هو لا محل له من الإعراب يخليه عندك يكتفي عندك اللي كتقولي الحريات الخاصة ولا الحريات الفردية شنو كتعني بها بحال دابا مثلا علاش بوشرى بانت في كوفر عادية ما لابساش ما دايراش ماكياج ما هذاك الشيء كيخصني وي انا فهمتي فكي لاش تدخل معايا سي بغيت تكتب لي كومونتير بحال هكا بزاف غادي نجيو لهاد القضيه ديال لي ريزو سوسيو ونجيو لسبيتو نسمعوا صوتك ونسمعوا صوت المشاهدين اغنيه ديالك هادي بطبيعه الحال هذا مجموعه ديال الناس نسيتك اللي قلتي لي قبيله تبدل السمي ديالك صح قلبي ما كانش فيه سواك هي دارت بهذا العنوان في الاول كنت حطات في لاشين ديال بسايكو كوين من بعد انا ما وقع لي واحد شويه ديال واحد البروبليم مع اللي مع الباشا القدر اللي كريا لاشين وحطها ما كنتش انا في العلم ديالي مهم وتحطات بحله زعما جديده وداك الشيء ولكن غنيناها انا والدروب ووسام وبسايكو كوين تري بيان سيدي هشام مساء النور لاباس كلشي بخير يلا دائما طايح حال المشاهدين افطر في المغربيه على شاهد تي في بشرى ونسيتك نستمع جميع
غادي نمشي معاك لواحد المساله اللي طاحت الحال كلشي لحظه من النهار الاولاني سي لي طاش دو غوسور ديالك اولا النمش. انا بالنسبه انا بو موا ساعطيك واحد لو شارم بارتيكولير اللي ما عندش وحدين اخرين. كاين الناس اللي مالوغوزمون كياخذوها واش ديفو اولا هذا يمكن نشرحوا اكزاكتومون سكو سي النمش. هو نقاط انا بالنسبه لي كنسميهم نقاط الحظ، نقاط الزين، نقاط الاختلاف، نقاط شي حاجه اللي عطاها لك الله بالنسبه لي متميزه. وابخي كاين اللي خداها مرض جلدي، كاين اللي انتقدها من ناحيه ديال انه ما شافها زوينه ومن حقه. الوغ غير نشرحها واحد شويه سي فري كتكون واحد شويه البشره ديال الوجه واحد شويه سنسيبل سي صا، والاشعه ديال الشمس هي اللي كتعطي هذاك التاثير ديالها سي لي زو في هما اللي كي هما اللي خصكش تعطي الشمس بزاف باش ما يكبروش باش ما الحجم ديالهم الاصلي ما يكبرش وتبان لك يعني مختلفين في وجهك اكثر. ماشي تقلبت الوغ سي دي هرمون كتسمى لا ميلانوكروت كورتين وهي اللي كتعطي واحد لاميلانين جوستومون اللي كتعطي هذا اللون هذا اللي هو بعض المرات كيحيدوا بعض المرات كيبقاو بعض المرات كيكبروا ولكن على حساب حيت انا عندي في الدم ديالي كاين اللي عنده في لابو ديالو كتجي عاديه كاين اللي كيقول كذلك انه بزاف ديال الاخصائيين كيقولوا كذلك انه وراثي. انا يمكن على حسب ما كيقولوا تيقولوا بانني ورثته من جده الجده ديال الاب ديالي شنو راه في ديالك في هذه الحاله بوحدك انت بوحدك اللي سميتو. كيف ما قلنا بزاف ديال الناس كياخذوها يا ديفو او بزاف ديال الناس كياخذوها فوالا كيف ما قلتي انتيا كاين كاع اللي بقيت فيه وبغى يعطيني لي روسيت في الانستغرام سي فري كاين دي روسيت ولكن هي كتبقى خصها نداوم ديما 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 دابا حيت كيما قلت لك رشيد انا عندي في الدم ديالي وراثي نو اون بليس دو سانتي متعايشه معاه دونك فدينا وسالينا. عمرهم عطاوك مثلا شي تسميه باغابور سا سمعتي مثلا الوليدات الصغيورين كيهضروا على هذا واحد الوقيته قباله داكوغ كاريمون سميت واحد الوقيته اورورا شي واحد المسلسل كان كيدوز شحال هادي على ليبوك شبوني بزاف يعني كاين اللي كيشبك هادشي في الصغر فاش كنتي صغيره ولا تكبرتي؟ ملي كنت صغيره داكوغ كنعرفو انا الوليدات الصغيورين بطبيعه الحال وهذا ما يعرف اليوم بالتنمر الوليدات الصغيورين واحد شويه قاصحين كيكونوا لا كاين كيخلعوا كاين اللي ما كيبغيش يقرب ليك كاين اللي بزاف كل واحد كيفاش كيشوف دونك هو فوالا سي فاين انسان هادي جدا وما نشدوش بطبيعه الحال في بعضياتنا بحوايج بحال ما هكا باسكو نو لو فو با سي اختلاف خصنا دائما بطبيعه الحال نقبلوه ونكونوا دائما فوالا ما نحسوش بنادم انه هو الحمد لله شويه تري تري بيل فوا اللي قال لك شي حاجه قول له اجي غني بحالي. واش عشتي شي حاجه غريبه جوستومون بارابور ولا اون انيكدوت ولا شي حاجه طريفه جوستومون بارابور لي تاج وي النمش ولا النمس سي النمش؟ لا هو النمش النمش غير انا كنقول النمس حيت كنسمع بزاف النمس على النمش اوكي داكو المهم النمس حيوان النمس حيوان اكزاكتومون المهم طرائف موجوده بحال دابا حاجه ملي كتفكرها كتبدا كضحك. واحد المره كنت مشيت تاتني الوالده ديالي عند طبيب الجلد اخصائي وضحك عليا بزاف حيت كنت عند واحد الطبيبه قبل منه كنت كنجي من الرباط حتى لكازا وكانت كتعطيني دي برودوي ماكياج ماشي دوا ولا قال لي كاموفلي وفعلا كنعطى واحد كنعطاني واحد الاختلاف اكثر يعني ويقول لي واش انت مريضه؟ قلت لي لا. قال لي واش هادشي اللي في وجهك كي عادي؟ قلت له لا. قال لي دونك علاش كتمشي تخسري الفلوس ديالك؟ انت خصكي تعيشي مع الدواء ديال الشمس كون توتال عادي بحال الخبز والماء صافي. بقيت كنضحك على راسي حيت الوالده خسرات فلوس بزاف. سير واجي سير واجي مي سي فغي كاين اللي كيبغي يدار مع بحوايج بحال ما هكا دونك فوالا سي دار بيك عطوه لك والله زعما ما كيعطيك شي حاجه الا هو عارف السبب ديالها. انا اوتوكا نقول لك واحد القضيه النهار اللي فاش شفت لا شونسون وشفتك في الكليب وهذه غادي نقولها سميتو كتقول هاد السيده هادي ما نكرهاش انا تكون صديقه ديالي فوالا سي تبارك الله كانت بطبيعه الحال صداقه الله يرضيكم عليكم خدم شو لا ما باسكو المغرب اللي كتقول صديقه دغيا كيبداو كيقلبوا لك على المنافذ. الصداقه بوحدها عفاكم حاجه اخرى. الدراري صغيورين جوستومون باسكو بغيت نهضر على هذه النقطه هذه بالضبط وتكلمنا عليها قبيله وما يسمى التنمر. اش يمكن نقول لك تقول للوليدات الصغيورين اليوم باسكو كنعرفوا انه هادشي بيناتهم في المدارس ماشي بابور لي طاج ديالك كيكون بعض المرات حتى الشكل كيكون الانسان مثلا زايد واحد شويه في الوزن كنبداو نشدوا فيه انسان مثلا ما بعرفش وهي رساله ما خصكش توجهها للدراري الصغار لمن؟
الوالدين باسكو الوليد الصغيرين هما اللي كيكونوا بيناتهم في المدرسه راه الوالدين كيعياو كيقولوا ديفا ولكن الوليد مثلا 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 حيت انا وقعت لي هذه الحادثه كنت صغيره وبقى عاقله عليها واحد لامي ديالي كانت عزيزه عليا وكنت كنمشي انا ويا المدرسه وكنجيو واحد النهار ماما قالت ليها ما تقيسيش بشرى تقدر تعاديك وانا بقى زعما ما عجبنيش الحال وتعقدت ديك ديك الفتره تعقدت من راسي بزاف كانت عندي شي 10 اون 11 بحال هكا وعقله عليها انت ما سمعتهاش من عند الصغار سمعتها من عند الام ديالها والله العظيم الا هادي كنعاودها لك بحال كانت غير البارح دونك عافاكم حوايج بحال هكا ما كنعطيوش ديال الصغار مع الوقت يتاقلموا غيفهموا تما الحمد لله كاين تطور في شي حويجات ماشي بحال كنا حنا شحال هادي هذه المسألة عادية خص الإنسان يأخذ أي حاجة راه الحمد لله أنا بعدا بالنسبة لي عارفهم شي حاجة زوينة أنا مقتنعة عارفة شي حاجة زوينة ولكن كاين ناس مساكن اللي عندهم شي حويجات اللي ما خصناش نهضروا فيهم وي كاين الناس اللي بحالك مثلا فوالا النفسية ديالهم من فاتحة عادي قول لي اللي بغيتي ما عارفه راسي شكون ولكن كاين الناس مالوغوزمون اللي ملي كتقول لهم شي حاجه كتاثر فيهم كتبقى عندهم لا راه بوشرا دازت من هذيك النفسيه عاد ولات هذه النفسيه سي فري انت كدار بشي ناس باش تحيديهم مثلا لا ولا بحال دابا ميم العائله الفاميلي بروش دائما مسكينه مالها شنو عندها ولي غوسيت كتحس براسك كوكوت زيدي شويه من هادي ديري شي ميمكنش الوغ كو فوالا تو سامبلومون يتعايش بنادم يتعايش مع هادشي الحديث معك غادي يكون شيق دائما في الفطور في المغربي ودائما على شاشة تي في من بعد الفاصل ودائما على شاشة شادة تي في أول قناة فنية بالمغرب غادي نمشيو معكم طريق الحل الجزء الثاني من البرنامج ضيفتنا دائما هي لالا بشرى مساء النور مجددا سي هشام كيف ما العادة بطريق الحل منورنا بنور البلاطو قبل ما ندخل معك جوست بول القضية اللي قلتي أنك فوالا خدامة في دي سونتر دابيل ودايوغ تحية لجميع الناس كاملهم اللي خدامين في دي سونتر جي بلان دامي كيخدامين في دي سونتر دابيل سي دي زافونتور دوك لي سونتر دابيل سي غادي نتكلموا عليهم دابا شوية مي بيان افون نمشيو نغنيو فيروز نسمع علينا الهواء الميكروفون ديالك طايح الحال مشاهدينا سيدي هشام تقدير اغنية زوينة دايوغ ميرسي بوكو سي هشام ميرسي بوكو حبيبي شكرا الوغ نمشيو جوستومون لي سونتر دابيل ولا كيف كيسميو ماروسهم صحابي الكاسك شحال دوزتي في سونتر دابيل في التوتال عندي 5 سنين ديال لي سونتر دابيل خدمت بزاف ديال لي بروجي وتعلمت بزاف الحويجات زوينين وعندي بزاف الاصدقاء وكنت دائما كنغني لهم في السونتر دابيل ملي كنساليو ولا قبل ما كنبداو ملي كنبداو كنساليو وكناخذو بوز من الناس اللي حفزوني بزاف انني نغني نقربوا شويه للمشاهد المغربي مشاهدي شاده تي في جوستومون من هذيك الامبيونس اللي كتكون جوستومون في لي بلاطو كيف ما كتقولوا نتوما كاين بزاف المواهب في لي سونتر دابيل ما يمكنش
راه تبارك الله واه اللي كيغني هذا كيدير المسرح اللي كيغني اللي كيدير المسرح اللي كيدير راه خدام بالمالي يلقى الخدمه اللي هو باغيه كل واحد والظروف ديالو. واش هي الحاجه الزوينه اللي استفدتي جوستمون من لي سونتر دابيل ولا كيف ما قلت لك بلا عجبتني ديك الكلمه هو ديال التواصل الاكسسوار نادي التواصل سي كتواصل بعدا روحيا كتواصل مع كاينين الناس بحالك في النيفو ديالك تبدل سميتها حتى شي ناس بوشرا تسميت بوشرا لا بوشرا كتشوفنا كاين بعد الانسان هي كتلقاه باقه في داك لو دومين حيت فريمون صعيب ما ساهلش وماشي اي واحد يخدم فيه وماشي اي واحد يجيري بزاف ديال الحويجات سورتو ستريس وما تكون مالا باش ما تخدم هادي خاصك تكون طيب خاصك تكون واحد الانسان اللي باغي يدير شي حاجه ويكون قلبه زوين وغيوصل فيها يمكن اليوم ان الانسان يدير كارير كاين بزاف ديال الناس كيقول لك لا راه خدمه غير بيد ما نشوفوا حاجه اخرى وكاين الحمد لله اللي داير كارير انا منهم انا الحمد لله درت دار ديالي من مالي الخاص بلي كاس سونتر دابيل داري ديالتي درت بزاف الحويجات ديالي حسبت يعني كنحس براسي موظفه فيهم من طوموبيل من دار من الحمد لله يعني ماشي بالضروره حنا فاكس كنعرفوا انه كذلك في الفلي سونتر دابيل كيكونوا بزاف ديال الطرائف سورتو في لي زابيل كيكونوا خارجين دي فوا كتسمع دي زابيل كتقول ويلي ما يمكنش بنادم انه كيتفاعل بهذه الطريقه هذه شنو هي الحاجه اللي وقعت لك انتيا وعقل على يومين هذا ملي كتفكريها كتضحكي انا غنيت واحد النهار لواحد الكليون والله هضرت معاه قال لي صوتك زوين واش كتغني وخديت الاذن من عند الشوب ديالي السوبرفيزور وقلت ليه واخا نغني قال لي كاين صوتك زوين غني ليه المهم انه يمشي فرحان هذا الكليون وغنيتي غنيت فعلا غنيت سنا في الاخر ولا لا هو بعدا واعره واحد في الاخر ولا مش شرا عاد قال لي واش شرا عاد طلب الغناء هذاك راه زوين زوين هذا قال لي لافونتاج اللي عندك ان لا فوا ديالك زوينه كدوز في التليفون سي فري ملي كتكوني بيل فوا الانسان ماشي ما معطيهاش الكل شيء سي فري هذه حتى هي من شي حوايج اللي كيعطيهم الله الحاجه اللي وقعت لك غريبه من غير الغناء حاجه اللي وقعت لك ما عجبكش الحال هي بزاف وحده هي اللي وقعت لي مؤخرا مشيت نسلم عليهم حيت فريمون فهمتي عشت معاهم واحد الفتره هذيك الامبيونس شفت انا كنت كنكري الامبيونس باش المشاغبة ديال ليكيب شو كنت بزاف لا كنت كنغني كنتلف كتحس براسك ما خدامش في سونتر دابيل كتهوني على راسك كنهول على راسي كنغني وقت اللي رشقات لي ليكيب ميم لي شاف كانوا بخير يعني الناس اللي عائلة بحال قلت فوالا كنا ما كاينش ستريس عندنا في بلاصة اللي خدامة فيها ومشيت نسلم عليهم وشي وحدين يعني كنت كنظن فيهم غيسلموا عليا بواحد وتفاجأت والله الا تفاجئت شوف ماشي كلشي بحال سي فري ولكن انا هما اللي ما ظنيتهمش غادي وحدين جاتني غريبه يعني ما وي ديكرا باغ كونتر الجميله جدا اللي بقات راسها لك في الباك اليومين هذا هو انهم دائما كانوا كيشفاجئوني بعيد ميلاد ربما العائله ديالي ما كتحتفلش بيا وهما ما كيتجمعوا بيناتهم شي كلشي بروبليم هكا عندك في حياتك خاص بك كيدخلوا معاك سي فري كدغيا كتجيب الدوره سي كيدخلوا معاك شحال كان في ليكيب ديالكم تقريبا حنا كنا 8 داكور اوكي ماشي بزاف لا ماشي بزاف على حسب البروجي الناس داكور اوكي كاينين الناس كنعرف ناس اللي خدام في دي بلاطو في 100 اوبيراتور 100 تحيه لهم دايور جميع بون كوراج بون كوراج كاينين هذوك 100 ولكن ليكيب ديالي كانوا فيها 8 اللي ريسبونسابل كاملهم كانوا ظريفين صراحه الله ما كاينش فيهم كنت واحد فيهم شي واحد اللي كلهم كانوا ظريفين تيتعاطفوا كيتفاهموا كيعرفوا كيفاش كتبيع لهم مره مره وكيدوزوا عليك بوسرة ديالنا بوسرة ديالنا يلا نمشيو جوستومون جو بونس كو خلينا مشاهدينا كيتسناو واحد شويه فهاد كتسناوها من قبيله وغادي نسمعوا لها بطريقه بيتيت واحد شويه مختلفه داكو بالبيانو دائما رفقه سيدي هشام الله يعطيك تحيه ليه ليام ليام اللي كدي معاها لي زامي مع بزاف ديال الحوايج سي فغي الدنيا هي هذه سي جبتيها في الفقرة يلا يلا على بركة الله
الجار على الجار يا حشمة ولوقة عربي وحرم زنا من دوك لزامي عربي لزامي ديال دوك لزاني عربي حرم زنا من دوك لزامي سهله وزوينه وخفيفه ما طولاش بزاف اون بليس دو سا ملي كتسالي كتقول علاش سالا دابا فعلا ما كتسخاش بها وي من بين الحوايج اللي كتكلمي عليها جوستومون في سميتو تكلمنا على الصداقه في الاول الجوره اوسي حيت جاري اصلا اللي كتبها وي سي فري كو ما بقاش هذيك الجوره ديال شحال هذه ما بقاتش علاش والله الا سؤال شنو اللي تبدل يمكن ما كيما قلت لك رشيد خصنا نعذروا بعضياتنا صافي في الاحياء الشعبيه مازال كاينه هذه المساله هذه عار الجار على جاره والناس كتسول وهذا ولكن دوك الناس اللي واحد شويش كيقولوا يلا حتى حتى في الاحياء الشعبيه ولينا ولينا كنشتاقوا لها صافي ولا بنادم كيف ما قلت لك كيقلب على الهنايا كاين شي جوره اللي ممكن غير امباكتيك في حياتك مع وهي راه ديما بنادم كيقلب على هنا ملي كطيح في الجار كانه الجار كيف ما كنقولوا وصل عليه النبي وحنا بقيت حال مسلمين ومغاربه وكنعرفوا هادشي وصل على سبع جار اليوم جارك الله اعلم في العماره ما كتقوليش السلام عليكم ما كتهضرش معاه وبالعكس كاع كيكونوا عداوات بعض المرات بعد الخطرات هو كيما قلت لك حنا داكشي اللي عشناه مع والدينا والله الا افتقدناه دابا حاليا شنو اللي تبدل في نظرك ما عرفتش التربيه لا التربيه حتى زي ما كنرجعوا لهاد المساله كنقولوا واش الله علم التربيه فين كاينه دونك ولينا كنشوفوا تبارك الله فوالا هذا الجيل تبارك كاينين الناس اللي تبارك عليهم مربين ومتخلقين وزويونين دونك ما خصناش نخلطوا كل شيء شنو تبدل التربيه كاين اللي كيتخلى على المبادئ ديالو باش يوصل لشي حوايج اللي هي مالوغوزمون ما دايماش بحال الصدقه والجوعه كاين اللي ما عرفتش ما عندوش روح ديال شي حويجات زوينين شنو نسالخنا على ديك الهويه المغربيه ديالنا يمكن كاين اللي كيبغي مثلا تيتقصح بزاف في الحياه من لي زامي من الجيران وشي يفضل العزله كل واحد كيفاش هو ولكن فعلا كاين واحد مزيان هاد القضيه ديال العزله اللي تكلمت عليها لانه هذه ولات مؤخرا بزاف ولينا كنشوفوا كذلك مؤخرا الناس انهم كيربيو حيوانات عندهم في المنازل على انهم يكون عندهم مثلا شخص معاهم في الدار اللي هو الكلمه ديال فيه الخير ما لحتاش جي كتقول مربي حيوان فيه خير على وهي غير ما فاهمينش بعضياتنا شنو واش الثقه اللي نقصات ما بقيناش كنثقوا ولا الصبر اللي نقص شنو اللي نقص علاش ولات العلاقات الانسانيه بحال ما هكا واحد جوج السلام عليكم بسلام الله يعني الانسان فراجيل بحال دابا مثلا كنهضر على نفسي وي. ممكن يشوفها الانسان انانيه وفي اعتزاز بالنفس وشغله هذاك كنهضر على راسي كبشره ما كتبدلنيش الظروف عزيز عليا عزيز عليا درتي معايا شي حاجه بقى صباغتك ديال النهار الاولاني حتى شي حاجه ما تبدلات فيك لا صحيح كاين الناس اللي حيتهم من حياتي في خطره وي. ما يعاودوش يرجعوا كاين الناس اللي عذرتهم وباقين في حياتي وسامحتهم حيت الله كيسامح انا شكون اللي ما سامحش وكاين الناس اللي ممكن نمشي معاهم بعيد في شي حويجات انا باغاهم يعني خلاصه القول خصك تختار واحد السيل ديال الحياه تعيش به وانت مقتنع به ما مفروض عليك ما مصطنع هذا هو اللي كنقول انا كبشره وصافي انا ما قلت والو شوف شوفوا لو بورتري ديال بشره جوستومون كان في حياتك كتبان عليك كالم انا كالم ولكن ولا هادئه هادئه على حساب انت هادئ انا هادئه كل واحد كيفاش كيدافع على نفسه فهمتي ولكن في الطبع ديالي هادئه واحد الانسان اللي اي حاجه فيها
فيها ضحك فيها ترفيه ما فيها ستريس كتلقاني فيها من الصداقين. صداع لا ما عندي ما ندير به نمخو بلا تاتيك لا عشو بما فيه الكفاية ما بقاش عندي الوقت لي نهائيا. راس قاسح شويش ولا ولا كتسمع الهضرة؟ لا أنا كنسمع الهضرة ولكن عندي شي حويجة ديالي خاصين بيا. داكو ما صعيب تقنعني بشي حاجة اللي أنا ما ترتنيش. داكو صبارة مقدر نقول لك قوية ماشي صبارة. شو الفرق بيناتهم؟ قوية هي أنك كتعرف بأن الضربة جايك وكتبقى كتسناها بروح رياضية استعد فهمتي ولكن ما كنديرش معها بالي حيت إلا درت معها بالي غنبقى صبارة ولكن تفائل ديما خير وكيجيني الحمد لله الخير. كيقولوا بعض الخطرات كذلك أنا نصبر في اللي غر في اللي ضرو بعضهم الشيطان الشيطان غرو دونك كيقول لك اللي حشم من اللي ضرو الشيطان غرو ستيلو حمر اليوم لا لا نو مي سي فري اللي حشم بعضهم اللي حشم اللي غرو في اللي ضرو بعضهم الشيطان غرو وهي شوف ملي كتقول هو راه اللي حشم راه صبر وسي كيكو با على بعض المرات على حساب علاش تصبر مثلا والديك تصبر عليهم وي ما كنظنش انا كاين شي حاجه من غير الوالدين نصبر عليها لو غيست لو غيست ما يعني علاش نصبر عليك دريتيني فشي حاجه نتناقشوا فيها حنا راه عندنا مونك دو كومونيكاسيون دريتيني شي حاجه في رشيد غنجي نفتح معاك حوار وغنلقاو حل هادشي الا كنتي انت بحالي طبعا وماشي مضطر تكون بحالي ماشي مضطر تكون بحالي ولكن غير سمعني عطيني فرصه وي صافي اوكي هذا اللي كاين غادي نسمعك ونعطيك فرصه مغياره على حسب عليا يا زعما على شي حاجه كنبغيها انا مع ما عنديش غيرها الدليل انني ما كبرتش مع شي بنت مثلا ما عنديش اختي باش نغير منها داكو عندي نو في حياتك في حياتك اليوميه مثلا في الخدمه لا انا كنعاند ولكن ما كنغيرش داكو حيت ما عنديش اش نغير علاش كتعاندي كنعاند باش نوصل حيت خصني شي حاجه اللي تحفزني باش نوصل الا ما كانش شي حاجه تحفزني ما عندي ما غنوصلش كتبقاي هزه في قلبك ولا كتنسي فاسيلمون لا ما نهزش في قلبي ما كيكون كنت كنهز في قلبي ما غنوصلش للناس ما كنعرفهمش قلبي كبير الحمد لله لا داعي نهضر عليه حيت كيتحس القلب كنحسو به ماشي كنهضروا عليه في العواطف ديالك في العواطف الاحاسيس ديالك بلوتو ونشرحها بلي سنتيمون ديالك بكايا كتحبسي دمعتك ولا دمعتك سهله لا دمعتي ما سهلاش حيت بكات بوش ربي ما فيه الكفايه داك دونك ما كان سهله دونك ما كان سهله واحد الساعه ما عرفتش انا بالنسبه ليا سلاح المراه بكائها بكاؤها زعما كما كيتقال في ابيات شعريه ما سمعتها شحال هادي يعني بومو ماشي سلاح انني نبكي انا ما كنبكيش ضعف بالنسبه لك لا ماشي ضعف هو نقدر نبكي بوحدي ولكن ما نبغيش نبكي على شي حاجه اللي ما ديالتيش في الاصل باش نبكي عليها تبكي على شي حاجه اللي ممكن نحس بلو فيد الا ما كانتش داكو فلوس في جيبك ولا في قلبك لا لا هذوك ما في قلبي ما في جيبي هذوك كيمشيو يجيو بحال الطيور عندنا كاملين ياك حنا اللي كنديروهم ماشي هما اللي كيديرونا بلاكس شنو تقولي للناس اللي كيتباهوا جوستمون بالمال ديالهم او بالجاه ديالهم ضعيف هذا اللي كيتباهى بالمال ضعيف والله الا ضعيف بزاف لانه قلتوا عن كلمه زوينه ناصي الانسان هو اللي كيدير الفلوس ماشي الفلوس هما اللي كيديروا الانسان حيت ما يمكنش كاين مالوغوزمون اللي الفلوس هما اللي داروه حيت ولو عندي فلوس عندي مرض الله قدر الله الله يسر وي طبعا خايب ما غنداويش بالنسبه لي انا في راسي شي حاجه لا تحصى الحمد لله ما كنشكي لا من مرض ما هذه بالنسبه لي ما كنمشيش للطبيب بزاف راه انا غنيه راه الغنى ما عندوش رابط دائما بالنقود ما يمكنش متسامحه مع راسك معلوم عشيش حس سمحت لراسي عزيزة علي بوشرة كندوزي لها كنحماق على هذه البوشرة هذه كتهضري مع راسك مرة مرة دائما من النوع اللي كيمشي قدام المرايا وتنقولها بوشرة وحق الله العظيم تبارك الله عليك بوشرة بون كوراج انت ملي كدير هكداك دراسك كندير واحد عندي واحد السكري نقولوا لك كنبقى ندير سؤال جواب بوشرة شنو بغيتي لاش بغيتي توصلي شنو خاصك ديري فين خاصك تمشي الا درتي هكا شنو غيكون في الاخر كنلقى راسي هضرت مع راسي خصنا نتصالحوا مع راسنا داكشي انا سولتك متسامحه مع الاخرين متسامحه مع الاخرين كتسامحي فاسيلمون مسامحه سمحت الدنيا للاخره حيت انا ما عرفتش في قلب من خليتها الله اعلم انا ما معصومش من غلط ماشي ملاك تنتمنى
قلوبهم ترتاب ويسمحوا لي انا واحد النهار حاسه في حياتك انك شي حد ربما كلمه جرحته بها كنت معاه صريحه ودراته وربما بغيت نعالج مشكل وكنت قاصحه ووصلت الرساله بطريقه خايبه شي حاجه اخرى ما عرفتش ولكن احنا مازال نتلاقاو عند الله وحنا الحمد لله مؤمنين وديما كاين هذا الاحتمال داكشي اش مسامح انا شخصيا مسامحه الجميع وهذا اللي كاين احنا مسامحين الجميع نتلاقاو بعد الفصل تركي المغربي مكملين دائما مع بعضنا على شاشة تي في منور هنا داخل بلاطو الفنانة المغربية بشرى اذا يقولكم كنت حال اكتشفوا أغنية الايام او لا ولا في شي ولا في وما لا في شنو اللي فين كتلقاي راسك اكثر بشرى اللي دابا عندك فيلم قصير فيلم طويل مع هشام بلاسري اي وسي الاغاني مي فين كتلقاي راسك لو بلوس كما سبق وقلت في أي حاجة فنية ولكن أكثر يعني الغناء كرتاح فيه بزاف صحيح حيت ما كنبتلش فيه كيكونوا الأحاسيس صادقين ماشي ما مفروضش عليا شنو كيجيبك لا كتغشي راسك ملي كتمثلي لا ماشي كنغش راسي ولكن كنضطر أنني نكون مقيدة بشي قواعد ماشي ديالي اللمسة الروحية ديالي كي كانت تجربة مع هشام غزالة رائعة غزالة بحال هشام هذاك السيد اكسيبسيونيل وفدوى الطالب كرم عمراني بزاف الممثلين صراحة كليك وما تبارك الله عليهم بزاف نمشي نعاود نرجع معاك تكلمنا قبيله بطيط الحال نمشي سي فري في الكواليس تكلمنا كذلك على واحد المساله وصراحه بغينا نحيوهم اليوم من خلال الطرق المغربي وملي كيسموهم اطفال القمر اللي خصو مالوغوزمون ما يخرجش ما ضر فيه الشمس كاينين بزاف ديال الناس اللي كيعيشوا بحال ما هادشي رساله اليوم بشرى شنو تقول لهم رساله نقول لهم انه شي حاجه ديالتكم خاصه بكم عطاها لكم الله تقبلوها هو يمكن يكون انا فهمتي هو مرض واخا ما نقدروش نهربوا منه ولكن راه كل داء له دواء صعيبه انا الانسان صبد على راسه في بلاصه بالريدويات الظلام ما تدخلش الشمس ما تدخلش ولكن يتأقلم الحمد لله كل شيء خص الإنسان يرضى بدك شيء اللي عنده طيب أكيد سبغيك كترضى بالدنيا وش اللي جابت معها طبعا ولكن دي فوا كيكونوا انت اللي قلتي كذلك قريتي علم النفس كيكونوا بعض المرات كيعطيو بعض الاضطرابات وهو كتضطر شفتو ملي كيكون إنسان صغير ما كيفهمش ما كيعرفش ما كتكونش علاش أنا مختلف على الآخرين أكيد هي ديما التساؤل سواء كان مريض أو ماشي مريض غير هو اللي بغيت نقول لهم أن كاين ناس اللي قلبات على المرض مرضات راسها براسها كاين اللي مثلا كيدير شي حويجات اللي كيعرفهم يقدروا يضروا به وفعلا أدوا به لأنه مرض بحال دابا مثلا واحد فيه سكر داء سكري كياكل الحلويات وهذه هو عارف بان راه فيه داء سكري ولكن هذه مثلا اللي كتكلموا عليها اطفال القمر هو مطلب حتى شي حاجه جوغون دو ما كيلقى راسو انه الا خرج الشمس هو خلاصه القول داك الشيء ديال فهمتي شغل صدى ربي ما خباه من الشمس الا وعارفه ما جاتش معاه زوينه هذه تقول الانسان كيصبر راسو دابا سي فغي كيشوف الانسان حياته مغايره على الاخرين ما سهلاش يوميا فعلا ما سهلاش هو انت ماشي مثلا عندك غير لوكا ديالي انا تاقلمت بزز وي فرضت راسي بزز مني فهمتي خليت راسي نعيش طبيعيه ما فيهاش مرض بزز مني باش نقدر نعيش وي حتى انا ما عنديش حق في الشمس بزاف داكو و ميم طون ما عنديش حق في الظل انا بين وبين داكو وانا ما مريضاش يعني ماشي مرض ولكن انا كنعيش نفس الحاجه ديالو وكنعيش و ميم طون نفس الحاجه ديال الناس الطبيعيين اي فوالا دونك تحيه لي تحيه لكم جميعا حالكم انتم بركه كتابعونا ولا كتشاهدونا اي الله يشافي اي واحد مريض كما كنقولوا ما كاينش كاين امراض اخرى اللي بطات حنا ما كنعرفوهاش وسي دونك فوالا تحيه لاي واحد طايح الحال فوالا كيحس بشي حاجه ماشي هي هذيك فلوكو لانه الجسد ديالك كيبقى واحد الحاجه اللي كتقول نورمالمون خصني نكون بحالي بحال الاخرين ما خصنيش نكون مختلف ولكن فوالا حكمه الله هي هذه سي ولا في خلقه شؤون ياك الدومين ديال 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 الاغنيه تبقاي غاديه فقط في الغناء ولا تبقاي كذلك مسيره المسيره المهنيه ديالك خدمتك بطبيعه الحال اللي انا حبستها واحد شي شويه ولكن نقدر نعاود نرجع ليها يعني من اجل الفن حبستها من اجل الفن فعلا هي ضروري من التضحيه باش توصل لشي حويجات بغيتي لهم بغيتي توصل لهم
شي حاجه اللي نبغي نعاود نرجع ليها مره اخرى الى تحت لي فرصه علاش لا. كاين دي دات اليوم جايين كاين دي سبيكتاكل بدات خلي جايين اوكي تعرضوا عليك اشياء بداو كي كيف تعامل مع مفيد غزال مفيد 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 جدا تحية المفيد سواء طيب حلي والمانجر ديالك كدير 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 تعامل معه وهو صراحة من أطيب خلق الله أنا باقي لحد الآن مش منو تشي شي حاجة وما كنظنش أنها غتبان منه سنصير أنا واحد الإنسان محترم موي هذه مهمة جدا أكيد أكيد أنا شت شي حويجات في الدومين اللي ما عجبونيش ومع مفيد ما لقيتوش يعني خدمة وإنسان الله يعمرها دار من هذا المنبر كنقولها بشهادتي زعما أنا اللي كنت عامل معه حاليا كاين أعمال كتوجدي لها بزاف الأعمال وفعلا هو حوايج ديالك حويجات ديالي صافي دابا ندخلوا دابا البروفيسيونيل ياك بارك بارك من لي كوفر أكيد شحال كوفر دايرة تقريبا درت جوج ديال لي كوفر جوج داكور تبارك الله سا مارش اللي عجبتني سي الميلونج اللي كنتي درتي ما بين سعد وحاتم عمر حيت ما عمليش شتهم شي حاجه بجوج وكيعجبوني بجوج وي دونك بغيت نجمعهم بطريقتي وكنحبهم بجوج فهمتي وي وجمعتهم شنو تقول لهم بجوجهم باسكو مالوغوزمون كاين خلاف ما بين الاثنين ما تضيعوناش فيكم سيرتو الصداقه ديالهم اللي فهاد الاخر هذا شفنا التصريحات والتصريح وفهاد سعد لحد الان ما قال والو لانه طيح الحال ما كيصرحش للصحافه شفنا حاتم انه خرج التصريح وهذا شنو تقول لهم بجوج وهو شوف الصراحه ما بغيناش نتحرموا منهم بغينا نشوفهم في اعمال بجوج بغينا بحال اللي كنا شناهم قبل يعني انا باقي لحد الان كنسمع لواحد الكشكول شعبي داروا هو واحمد شوقي اللي كان حياته هو وسعد المجرد طبعا يعني كان زوين وعطى واحد اللمسه مغربيه زوينه وفخر لبلادنا شي حويجات اللي انت ما عرفتش علاش كندخلهم في شي حويجات ولكن مازال ياك انا عندي فقط نداء غير صغير لانه صراحه بقى فيا الحال ملي وصلت العلاقه بالحماكه والتدورات سي سورتو لي فان ديالهم بجوجهم بركه من هذاك الشحن عافاكم بيناتكم الله يجازيكم بالخير صافي سي بون كل واحد والمكانه ديالو الحمد لله اليوم كاين سعد كاين حاتم كاين اسماء اخرين كاين اسماء المنور كاين زوير بهاوي كل واحد طايح حال عنده جمهور ديالو كاين محمد رضا كاين الحمد لله اليوم الساحه الفنيه زفرا زكريا غفوري تبارك الله غنيه خصنا ما نكونوش وكيبقى فيا الحال سورتو ملي كنشوف مثلا مشارقه كيفاش مثلا كيتكلموا على فنان او على فنان اخر كيكونوا دي فوا مغاربه وكيقولوا كلام زوين حنا بيناتنا مغاربه حنا كنطيحوا بعضياتنا وكنطيحوا بعضياتنا اكثر هذا هو المشكل وصراحه الله يعني الحاجه السؤال اللي دائما كيطرح الجميع علاش بوشرى بان تحت لدابا فين غندخل فين بعدا فين لا كنتردد صراحه الله لان هادشي اللي ولا كيبان ما كيعجبش نهائيا الفضائح الفضائح كتدخلوا في حياه شخصيه ديال الانسان واحد مع واحد ما شغليكش انت كتمتع بشي حاجه عطاها سيد ربي لاي فنان اللمسه ديالو خاصه به تمتع وخرج بشكر وجزيل الشكر الله يرحم بها الوالدين كتدخل في شي حويجات راه ما كاينش اللي غيحكم عليك انت ما قاضي ما عادل ما سيد ربي انت واحد الانسان معجب خود داكشي اللي كيعجبك وشكرا لك اكزاكتومون والانسان حكموا سورتو الميدان الفني الا بغينا نحكموا فنان نحكموا على الفن ديالو ماشي على حوايج اخرى ماشي على حوايج اخرين هما كيقلبوا على شي حويجات اللي الخاويه كما كنقولها دائما واصلا الفنان ما هو فنان الا ويستحق لقب الفنان تو سامبلومون بغض النظر على بزاف الحويجات ونداء لهم بجوجهم طايح الحال الحاتم ولا سعد نالو الشيطان الوليدات نالو الشيطان نكملوا مزيان انك جريتيني لي ريزو سوسيو غادي مازال غادي نجيو غادي ندخلوا ليه سي فري كان حريره عندنا في لي ريزو سوسيو ما يمكنش امبوسيبل ما يمكنش زعما واحد الحاجه اللي كنتمنى تحد ولكن بالنسبه ليا راه اي واحد كيدخل في التفصيل ديالك الا وانت عطيتيه فرصه وي طبعا لي لايف راه ماشي ديال انني نعاير ولا راه بزاف غيلاحظوا بانني ما كنديرش لي لايف بزاف حيت ما كاينلاش نشارك معكم حياتي اليوميه هذيك حياتي صافي غير ولا زعما شنو مره فشحال عليكم شي كوكو لاباس عليكم بخير فوالا لا نقدر نطلع عليكم نعلمكم شي حاجه اللي غتفرحكم تشوفوها مني نوجدها على شي ساعه ونخبركم بها ويكون نكون كامل الفرح شخصيا لا علاش ما عرفتش انا علاش وصافي لان اللي ما عرفتش انا قبل ما ندخل فهمت بان البوز شي حاجه اللي طالعه نازله وكيدار بجوج طرق سواء كتلعب حنا المغاربه ديالنا والحمد لله متعاطفين وانا ما عمرني ما غندخل بالعاطفه جامي انا كاين احساس كاين صوت قبلتي انا اكون لك شاكره لانه وصل من عندي صافي
ما قبلتيش ما ندخلكش في حوايج ديالي انت ما نقاد بهم. وكيف ما كنقولوا بالفرنسيه و با بلاير ا تو الموند ما يمكنلكش تعجب كلشي اصلا علاش انت غدير شي حويجات باش تعجب كلشي؟ راه ما يمكنش، راه كاين خلل. كاين خلل، امن براسك، عجب براسك، وبراسك غتبدا بشي حويجات اخرين. اكزاكت. نمشيو نغنيو شويش؟ نغني. لا لا لا، ايديت بياف هاد المره وهي فرنسيه لا فيون روز. سمعت لك انت وسدي هشام في التدريب داكشي زوين نعمس. Qui font baisser les mains, un rire qui se perde sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie. هادئة جدا فوالا ايديت بياف، ايديت بياف فهم اللي يعرفوها. نمشيو لي ريزو سوسيو، تكلموا شويه على مواقع التواصل الاجتماعي جوستومون، كي دايره علاقتكم؟ انا الحمد لله تخلص راسي بزاف. كتعبري الراي ديالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا الى تحت لي فرصه مسائل مثلا اجتماعيه كتهمنا؟ ما عرفتش قوانين داز حكومه ما عرف شنو. نو لا بعيد على هادشي فوالا السياسة، كل ما هو فني مرحبا. داكوغ، الشأن العام ما عندي من أنا هانية بخير. خلوني نغني أنا كتجاوب على لي كومونتير في الباج؟ كنجاوب في الانستغرام حاليا حيت أنا اللي متحكمة فيه، ولكن لاشين باقي عندي بروبليم مع في لاشين يوتيوب. ما بقيتش ديالتي. ما داكوغ، وعلاش ما ديرش حاجة أخرى ديالك؟ لا غنحاول بعدا نلقى حل اميكالمون داكور يرضى الجميع، باش حتى دوك الناس اللي كسبت الحب ديالهم تيقتشوا فيا في الامل ديالي. ما وي ما كاينلاش نبدلو، ما بغيتش نضيعهم وما مستعداش. النداء ديالك لهذا الشخص هذا شنو؟ شي شخص هو اللي هو شخص فعلا الله يهديه على نفسه وصافي. داكور، الله يهدينا، الله يهدينا مجموعين. ولات واحد القضيه اللي ولينا كنشوفوها كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها القضيه اللي اليوم الراي العام كله وتابعها فضائح والروينه وقشقلها. بغيت غير نسولهم واش ما عندهم شي حاجه زوينه يقدموها لنا من غير الفضائح؟ هذا كي يقدم الفضيحه واش ما مفضوحش؟ ما عندوش شي حاجه خايف عليها تبان ليه؟ ولا هو في حد ذاته كيدير فضيحه؟ وي هذيك راه فضيحه، راه جرم في حق اي جرم انساني. وي ومن غير فضائح في الحال ديال الميدان الفني زيد صحابي القنوات، هذا قال لا هذيك قالت، لا انا اللي عندي الحق، لا انا اللي جبت الاخبار الاول، لا هذاك هو اللي ما عرف شنو قال. حيت كاين واحد المشكل عاود اللي كيدخل يتفرج وعنده الوقت يسمع لذاك الشيء راه كيساهم. سمعك فيها بزاف ديال تضييع الوقت. حيت شنو غتستافد؟ انت عرفتي فنانه اكس ماتت، فنانه ايغريك ما عرفتش شنو طرا لها، شو استفدتي؟ سمع الفن ديالها، سمع الإفادة. راه حتى واحد ما معصوم من الغلط، نرحموا بعضياتنا باش نقدروا نوصلوا بعضياتنا لشي حوايج زوينين.
عدد المشاهدات اليوم ولا معيار من المعايير دايوغ ولا بزاف ديال الناس اللي فوالا عدد المشاهدات هو اللي مهم. مهرجانات كذلك بعض المرات كنجيبوا دي زارتيست باسكو عنده جوج المليون ديال لي زابوني. وهذا بالنسبه لك انت معيار ديال النجاح لو نومبر دو فيو؟ ماشي هو معيار النجاح من واحد الناحيه, لان ما يدخل يتفرج فيك او يسمع لك الا اللي فعلا قصتيه ضربتيه, اللي باغي يشجعك اللي باغي يحفزك اللي هو مستعد يسمع لك. علما ان كاين اللي كيشري لي فيو, كاين اللي كيشري لي زابوني, كاين اللي هو بالنسبه لي راه ناجح حيت عنده بزاف ديال لي زابوني ديال لي فيو ديال لي بالنسبه لي انا ماشي معيار الا كان مزيف, ولكن الا كان حقيقي راه معيار اللي نتباهى به ونفتخر به. وي شحال معتبك في انستغرام حاليا؟ انستغرام خصني نسول ميراك حتاج ميراك 63,000 راك عارف ما جيماجين كو مور ولا في ويت اكيد اصلا والله الا جات تحت الطلب ديال الجمهور اللي بلا به ما كنت غندير حتى شي حمو حل واش كنت تستنى ديالك هذا باش وعلما ان راه كاين لي كونط دي كونط اللي ماشي ديالي, ولكن الحمد لله وما عارفين الكونت ديالي كيدخلوا له نيجا كاين واحد اوفيسيال. الباز كيما قلت لك هي شي حاجه طالعه شي حاجه هابطه, ولكن كتختلف كيفاش درتي الباز كيفاش وصلتي ليه باش درتيه. اكيد حاجه مزيانه ولا حاجه خايبه؟ الباز يقدر ينصفك يقدر يهرسك. وي انت الباز ديالك بطبيعه الحال درتيه بكلمات سهله جدا بعمل اللي قاس بزاف ديال الناس عمل اكيد عمل محض احمد حسيني اللي ديما كنحييه تشكروا على التشجيع ديالو ليا لكم هو زعما واش غنتعرف على ميدان الغناء, وكنفتخر به وكنعتز به لان فعلا كنحس براسي كنت كانوا كان ليا منصف نصفني. الوغ ملي كدير بوز بحال ما هكاك يكون ناجح ما كتبقاش كتسنى تقول انه خصني نعاود شي حاجه اخرى عاوتاني في نفس المستوى تقريبا اولا بلوس. انا اللي كنتسنى كتولي مسؤوليه نو كتولي مسؤوليه ماشي باش دير شي حاجه لي بلوس, باش انك تحافظ على علاقتك بالناس اللي ثقت فيك وخلاتك توصل لهذا البرج. فنيا خصك تكوني حاضره فنيا راه وكما كانش عندك حضور كما كانش عندك حضور ما غاديش تشوف البرج. هذه ساسي هذه خصنا نامنوا بها. انا نامنه بها هذا الروينه جوستومون اللي كنشوفوا فضائح كاين بزاف ديال السبان والشتم مالوغوزمون سوء الحظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وماشي في المغرب في جميع سميتو. واش هذا كيبين واحد شويش كذلك المستوى ديال الانسان كيفاش ولا واحد شويه طاغي ولا واحد شويه باغي يعطي الراي ديالو في كل شيء ولا باغي يتكلم في كل شيء ولا عنده الحق كيقول لك انا عندي الحق انا نعطي الراي ديالي؟ والله الا كان انا بالنسبه لي كنعبروا على 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 داك الشيء اللي عندنا كعقده كعقد لقينا هاد المراكز والله العظيم كنا نافذه فين نفرغوا الكبد العلم ديالنا ولا العقد ديالنا نفرغوا اكثريه الشر ديالنا في بعضياتنا وهذا حشومه كاع. يعني ما عرفتش علاش الناس اللي كتحط دوك الفضائح واش ما كديرش في بلاصتها في بلاصه داك الانسان ولا داك الشخص المعني بالامر. كتشوف بعض المرات اعمال مثلا ديال الفنانات تبارك الله عليهم اللي كيعطوا اعمال زوينه بزاف وملي كتدخل لي كومونتير كتلقى الناس داينه في شكل ولا دينا في اللون ديال البشره ولا دينا في لاكوافور ولا دين البنات كيقول لك واه مع الماكياج مع الماكياج الميك اب ديالها ما مصوبش مزيان. هادو ناس اللي كتدخل غير باش تعطي الراي ديالها السلبي ماشي الايجابي, وهي اصلا دايره دوك لي كونط ولا دايره دوك العشان غير باش وراه بغيت غير نوجه واحد الرساله اللي تعطي فرصه ان هادوك راه دا ميساج اللي يحفزوا اي واحد بدي في واحد الطريق اللي هو مقتنع بانها زوينه. بالعكس راه كاين اللي كيعطيك نصيحه هو بالنسبه له راه شتمك ولكن راه نصحك كيعطيك شي حويجات تقدر تخدم عليهم. صافي كاين بعض المرات كيكونوا في دي كومونتير ولا تعليقات كيف ما كنقولوا التعليق كيكونوا مثلا كيبان لك انه مسيء ولكن الا عاودتي قريتي انه بالثانيه كتلقى فيه الله يعلم شي حاجه اللي كيف ما قلتي تقدر تطورك تطورك تقدر تنفعك في حياتك. يعني كاين اللي كيعطيك نصيحه هو طريقته هذيك باش كيعبر عليها خصك تفهمو حتى وقت تقرا الكومونتير وصافي وخل فهموهم ونقراو لي كومونتير ديالهم وعلاش. نرجعو نغنيو شويش من بين الاغاني اللي تمشات مزيان مؤخرا ديال الفنان حاتم عمور دايوغ كنقولوها وهو عارفها انه بصم عليها بالعشره كيف ما كنقولوها انه تبارك الله فوالا فنان متمكن وهذا في سنه 2019 الى راح الغالي. انا شنو يبقى لي؟ يلا سيدي هشام ودائما بطبيعه الحال المشاهدين على شاشه تي في. وسيني شكون بحالك في الدنيا
شكرا لك انت. اغنيه جميله جدا بطبيعه الحال واللي رفقات مسلسل اللي كان ناجح العام اللي فات دايوغ. تحيه لفالا المديره يا موت، تحيه لرشيد الوالي، فاطمه خير، نسرين الراضي، امين ناجي، شكون سين اخر، عمر لطفي، فاطمه زهر الحرش اكزاكتومون. فوالا قائمه لا لا تبارك الله اليوم، هشام جباري خليه الكتابه. انا فرونشمون سيتي كان اغنيه اللي قاس بزاف ديال الناس. المسلسل كان رائع، كوم ايستواغ الحمد لله. صافا الفن، الفن راه غادي، الحمد لله راه بخير وعلى خير. غادي ندخل معكم دابا شويه وطايت حال الشق الاخير من البرنامج، لكن بعد الفاصل. الشق الاخير من البرنامج او الجزء الاخير من البرنامج كله والاختيار ديالو. كنتكلموا فيه دائما بطبيعه الحال رفقات الضيف او الضيفه ديال البرنامج، واش شويش على الحب، لانه واحد الحاجه اللي كتحركنا مجموعين. اكيد. ونمشي نشوفوا حاله لاله بشرى كيدايره مع الحب، كيدايره علاقتكم؟ انا اقول انا والحب مصالحين. سي فري؟ والله الا كيحماق عليا سو. وانتيا؟ انا كنحماق على الحب. الحب اول حب في حياتك؟ كان مأساوي بزاف. والله لا. علاش؟ كانت علاقة مستحيلة؟ كان لا، غير ما كانش حسن الاختيار وصافي، ولكن اللي زوين جيتك ولا مجيتو؟ ربما بجوج. لأنه بعض المرات في علاقات بحال هكا ديال الحب دائما كنبغيو السقوف الآخر، الجمهور كنقولوا الآخر هو اللي دار. لا أنا ما كنلصقش، انا عندي شي شويه ديال المساهمه. داكو هو كذلك، كل واحد بخبيصه، كل واحد بخبيصه. رومانسيه في العلاقات؟ اكيد. انا كون ما كنتش رومانسيه. رومانسيه فعلا وقولا ولا قولا بلا فعلا ولا فعلا بلا قولا؟ ربما من الغنى يبان لك واش رومانسيه. لا كاين اللي كيبين الحب ديالو، كاين اللي ما كيبينش على الحب ديالو. لا كاين اللي كيقول لك انا فوالا اللهم نتعامل معك التعامل، ولكن كلام مثلا نقول لك مثلا كنبغيك ولا كنحبك ولا هذا نو. لا لا كاين اللي كيعزز عليه انه يقول كنبغيك وكنحبك، ولكن ملي كتجي كتشوف الافعال كتلقى فهمت كاين شي حويجات. دونك كيفاش 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 دايره كيفاش دايره بشرى؟ بشرى ملي كتحب كتقولها. دابا حاليا ما كنحبش نهار اللي بغا نقولها. زوينه. دابا حاليا ما كنحبش. حاليا ما كنحبش، ما مستعداش. وي وفعلا انا قلت لراسي راه كنحبك، وشو تبارك الله راسي كيعاوني. تبارك الله. نضلي في راسك وانت نضلي فيك. بعض المرات الحب كيف ما فهم اللي كيقول لك وي كنطيحوا عليه الباطل، كاين اللي كيقول لك راه الناس هما اللي ما كيعرفوش يتعاملوا مع الحب. ببعض المرات كاين علاقات اللي كتبقى راسخه لسببين، يا اما كانت علاقه زوينه ولا كانت علاقه خايبه. نبداو بعلاقه زوينه، شنو العلاقه اللي لحد الان مازال في دماغك ملي كتفكري مثلا الشخص كتقولي كاين شي ناس كتندم علاش ضاعوا لك من حياتك ببساطه، زعما ما تهليتيش فيهم الوقت اللي خاصك تهلا فيه. اكيد. وكاين الناس اللي كتقول الحمد لله اللي تفرقت معهم، اللهم لك الحمد عليا منهم، ندمت على النهار اللي حبيتهم فيه. اكيد العلاقات كتختلف، وحنا مصطلح ديال الحب يمكن كنزربوا عليه ما كنفهموش، عاد كنحسوا به، كنفرقوش ما بين شي حويجات. ممكن يكون اعجاب، ممكن يكون ولف كذلك، تنعشقوا شي حاجه صافي اوتوماتيك مورا كنحبوها. لا مي كتفيق تتلقى. كاين فرق ما بين العشق والحب. حاجه كتعشقها يعني خصك غير توصل ليها، ما كت اللي كيحب كيحب. ما عرفتش كيفاش غنصنغر فيك. غازي شرح ليا سي، انت هي الضيفه ماشي انا. كيحب تيحب تيبغي انسان بلي كاليتي ديالو بلي ديفو ديالو، ما كيندمش واحد النهار. هو في الاصل ديال الحب يعني دابخي لي زيستواغ اللي حنا قرينا وكن وي لا قيس وليلى بقاو اونصومبل، لا روميو وجوليات بقاو اونصومبل. سا سي فري. شي بالنسبه لي انا الحب هو ذكرى جميله تقدر تعيش بها حياتك كامله. سي فري. ولكن غير ما تامباكتيها ما تامباكتيك. سمعتي ما شويه كي دايره. كاينه ناس اللي كتحب وكتكون كتحب بعضها، ولكن كتعرف ان العلاقه الله اعلم تكون مستحيله، انهم ما يمكنهمش يكونوا بجوج. اكيد. كاين ناس اللي كتحبها وانت عارف بان المستحيل ما يمكنش، علاش كتحب؟ ضبط المشاعر ديالك تتحكم. لا كيكون الحب متبادل دي فوا.
كان بغيك وكتبغيني ولكن الظروف ديال الدنيا مثلا ما كتسمحش. لا ولكن غنضرب بين ناس اخرين اولا الاحلام ديالي انا منعني انا ما كاينلاش ما كاينلاش. الانسان ممكن حب كاين الحب راه بزاف د الحويجات كيتجلى فيهم وانا كنامن بحب الذات هو الاول عندنا الحق اننا نكونوا انانيين واحد شي شويه كي كماشي نرجسيين طبعا انانيين مع نفوسنا باش نقدروا باش نحاولوا ما نمرضوش الناس اخرين ما عندهم حتى شي ذنب واللي ما كيحبش نفسه ضعيف بحال يمكن ليش يحب الاخر يمكنش يحب الاخر اكيد اكيد. المره اللي الحب ضرك فيها بشرى وهي في الحقيقه بشرى عندها واحد البصمه خايبه في الاستوار مع الحب يعني كانت عندي تجربه خايبه بزاف بلا ما ندخلوا في بلا ما ندخلوا في التفاصيل لا واش دقت فينا ما عنديش الزهر معاه باش نقول لك سي فري اكيد شنو عندي ميزان بالانس حتى انتم تبارك الله عليكم مره هادشي كيقولوا لا لا ولكن ما عرفتش بالنسبه لي انا كنت كنقدم اي حاجه ممكن نديرها باش نسعد الطرف الاخر بلا ما نفكر ربما انا عفطت على شي وحدين بلا ما نشعر كانوا باغيين لي غير مصلحتي منهم عائله لا فاميلي بزاف د الحويجات كاين دابا حاليا استفدت حسن الاختيار اللي غيكون ان شاء الله يكون الله نشوفوا جوستمون استفدت هذه التجربه هذه شي حاجه ما عمرك تعاوديها عن حب هو انني نعاود نحب شي واحد بحال هذاك اللي دا زوين هذا فباقيش بغينا حنايا كاع نو سيريو الحاجه اللي ما عمرك تعاوديها شحال مره ما عرفتش واش كنكونوا دي فوا كتكون نايف دي فوا كتسمح في حقك دي فوا من اجل اسعاد الاخر شنو هي الحاجه اللي ما عمرك باقي تعاودي ديرها ولو انه كتقولي راه هي راه عن حب لا يا في العلاقات ما انا بالنسبه ليا الا غنعاود التجربه ما نخدمش فيها قلبي نخدم فيها عقلي اكثر القلب كيخرج على مولاه لا ماشي كيخرج عليه غير يقدر يبهدلو يطيحو في مواقف هو في غنى عنها حيت ما عرفتش حيت الصدق عنده علاقه بالحب وما يمكنش تحب شي حد ما صادقش خاص يكون بعدا صادق مع نفسه باش يحبك انت صادقه مع الاخر انا صادقه مع راسي دابا حاليا صادقه مع راسي يعني انا صادقه مع راسي هاني الماجي كاينه صادقه مع راسي زعما شي فخوشه ياك ما كاينه صادقه مع راسي انا مسائل حاليا اوكي الرجل المستقبلي ديال بشرى شنو هي الحاجه اللي خصو لابد تكون فيه كون راجل سهله جدا اصلا يعني يكون راجل يعني غير لانه كتختلف من المراه للمراه لا هو الراجل غيشوف بشرى شويه من مو شويه من اختو شويه من مراه المجتمع بعدا خصو يشوفني ام صالحه ميزا باغ شي حوايج اخرين حيت انا ما نشوف فيه شي حاجه اخرى من غير انه يكون اب صالح كتمنى يكون عندك وليدات اكيد واحد جوج ما كرهتش 10 حتى 10 كاع بصح قولي علاش علاش لا علاش لا عندك بنيات وولاد مخلطين شكون تبغي مثلا كلنا كنحلموا مثلا فاش كنا صغار كتحلم دي فوا كتقول فوالا بغيت تكون عندي بنيته هي الاولى ولا يكون عندي وليد هو الاول انا حاليا كنحلم نكون غير قد المسؤوليه اهل كفء حيت امانه ماشي الاجوبه الدبلوماسيه لا ماشي دبلوماسيه والله الا واقعيه داكو. نكون قد المسؤوليه لان ما يمكنليش انا باغي ندير شي كنقولي حيت كبرتي ملي كنتي صغيره وكنتي كتقولي كنقولوا حيت اون مامون ديجا حيت انا داكو اوكي ما فرنسيش هاد القضيه هذه داكو اوكي دونك عندك وليد بريتا عندي وليد وليد شحال عمرو عنده دابا في لو موا د مي غيكمل 3 ans الله يخلي عليك امين سميتو سميتو بشار بحال ماما تخي بيان تحية للبشارة هذا المساء هذا غادي نخلي لك رسالة مفتوحة الله أعلم ما عرفتش اللي فان ديالك الناس اللي تبغي تشكريهم الناس اللي تبغي شكرا بزاف لولاكم بشرى ما كانتش غتوصل شي حويجات ما كنتش غنتلاقى بيك ما كنقول لهم شكرا سهل اون توكا فريمون سهل باسكو فوالا عند واحد الشخص مرح جدا وكنحسوا ان عندك روح فنيه اي بي مرحبا بك في هذا الميدان الجميل نتمنى انه ما يكونوش مطبات بزاف مي ان شاء الله ما يكونوش ان شاء الله دونك كنتمنى لك حد سعيد اون توكا شكرا انك كنت معنا اليوم الله يودي شكرا لكم حتى نتوما وشكرا لجنود الخفاء وشكرا سيدي هشام طبعا اكيد باش نسمعوا اخر اغنيه في الحلقه ديال اليوم عاقل اكيد سمعت بها انا مازال ما سمعتش بها موعدنا غدا كيف كل صباح دايما في راشيد دون 7-10 على شادا اف ام الاحد المقبل الفطور الكبير المغربي وضيف او ضيفه جديده كي كنقول لكم دائما تصبحون على حب سمعت بها باللي راه باغا تشونجي وديرت واحد عليا يا ذرته غرامه